في الكل. يمكن يمكن بال ما بيبين كثير اشياء بالتيفي. بالتيفي يعني لانه بياخذوا يعني شوي من هون شوي من هون. انا قبل تنبان صغير بزاف صح؟ لا على الشكل بيحكي لك على الشكل. بالشكل تنبان صغير يعني في الفيزاج ديالك يعني لا شكون قال لك انت كتبان صغير؟ بكبك راك شغل 25 بكبك راك شغل 25 تذكر نحن صغير حاول نمشي اللي يقول حاول اللي يقول لا حنمشي يحيى تذكر حياتنا عاد ما نفهمش انا عرضت عليك خلاص مش حال عرضت عليك حالة في كثير يعني تونترمون كمان خسرت حمام بحملك مساج طنط هتاف خسرت حمام بحملك مساج خسرت شوية مو كثير تروحوا الى ما تعملي ريجيم لا ما تعملي ريجيم عارفة ريجيمك يعني دخلي خلاك انت بتفهمي لا لا شوية حنان قالت لي اعملي ريجيم وك يا عمي نوال ديزولي حنان خلاص احسن منك حنان شو ما عليك حنان حملك مساج لاهلك بتحمليه اليوم مو بكره ابو خالد بكونوا نايمين بكره بشرفك تحكيه خش بكره فين؟ لا هلا بيسمعوك اصلا نورمال ال 24 يعني على 24 على لساني كثير 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 بحبها وبعشقها لا هي بتستحي انا اكثر منها تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون حبها وبعشقها بنت حبها وبعشقها بقول لك بنت كثير 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 مشتهي تعرف عليهم بتستحي خليها يحبها وهم اهلي عراسي هم اهلي وعراسي وبشرفكم بشرفكم خلوها معي عن جد خلوها معي كلها تضل معي هم حياخذوا النص وما يخلوكم هلا ما يخافوا عليها هلا هن هي ما منعوا معهم بس ما يخافوا عليها يا وين حضري هي هون لا خليها مع بعض عندك بس خليش تشتغل لا رابع حال مريم هي هون انا عم كلمك هي بتعرف انه هي هون رابع بغى نعرف شكد هم بس يعني الوقت بعدين مع بعضياتهم بيقولوا الماسة المغرب هي قبل ما تكون الماسة المغرب الماسة العائلة تبعنا حياتي لما تكون الماسة يعني عائلتكم اكيد راح تحط بعيونك لما تكون الماسة عائلتكم هي الماسة لو حطيتها بعيونك يا يحيى اشد لك عيونك فرجيك شخصية غريبية هاي النعمة برافو شكلك حياتي ماشي تعصبيتي لهلا سالية هي لما تكون الماستكم الماسه قلبي والله بيعلم قبل ما تكون الماستكم بس شو قالت لحالها قبل ما تفوت على البروجرام شو قالت لحالها؟ صحيح نفس صوري تعال شوف قلت لها حبي صوري ذكرتي لما اول ما فوت قبل ما افوت على البروجرام قلت لي اذا يعني اذا دخلت على البروجرام شوفي صوري احكي لي ليش الفضايح؟ احكي لي عندها قصه مع صوري لا ما عندها انا لا ما عندي طيب هاتي شو سمعيني هاتي يا شوف ليش صوري؟ لا يمكن لانه السوري واللبناني بيكونوا كثير حلوين وحكيهم حلو يعني طلع لي لطشي لا انت لما اجيت يعني بالمطار كان في شوفير تاكسي كان بيحكي معي قلت له والله انتم حكيكم يعني حلو لا غير هيك وهيك رؤي شوي رؤي انت اكدت على السوري انت اكدت على السوري احكي لا ما عندي سبب معين لا فبعدين لازم تشكر لي انا اللي عملت لها الاسئله تبعتي بوب انا وبوب ديالها نفس الشيء ديالها نفس الشيء عبت لي انا ما بعرف شيء ما كنت رح اجي صح؟ ما كنت رح تجي اكزاكتلي على اخر ساعه انا ضبيت لها شنطتها ويعني اغراضها وكل انا زبطتهم لها ما كان بدي حياتي بس على 100 كيف تزبط لانه اجت ثلاث شنات هلا ست شنات وموسع 100 ثياب ما عارف كيف تزبطهم لا راح تزبطهم يعني لما تشوف حالها وحياتك بتعميها غصب ممكن نسميك لا هذا جنن يحيى حاططها بعيونه انا حاططها بقلبي تسلمي خاله تسلمي امي ماما يتف ماما يتف اوكي تسلمي لي ماما يتف الله يخلينا يا مدام عبله ما تخافي على نوال طول ما انا موجوده لا يحيى ما يعمل شيء ولا حدا وين حكى البهدله من امك بيرحى البهدله من امه كيف زعل نوال اشت عليه بهدلته انا قدامي اهلك بعتين تواصي شيء؟ لا
شفت اني عم تحكي لي انه اهلك عم خفف ما بدي خفف اه انا خفف لا 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 هذه كان بدي انا احكي لها يعني بيني وبينها رح اقول لها انه ما 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 حماتي بعد عنا حماتي حماتي كيفنا بحالنا انا بحكي انه على الهواء انا ما بحكي تحت الهواء معلش تحت الهواء معلش يعني انتوا رح تكونوا ان شاء الله كمل عليكم بالخير وهيك يعني كثير اشياء يعني انتيم بتكون يعني والله العظيم عمون كل كل ليله من قلبي يا رب والله العظيم يخرب بيتي شو يعني في قلوبكم خير ان ياتيكم خير لا شو لا انا البارح كنت بالطياره كان طياره يوم كله على شو حلف رح يفترقوا على بعضهم نهائيا وبجوات عيونه ليحيى قولوا ليش عم تحكوا على بدك صح صح ليلى شو حكيتي؟ هو هي ما حكت هذا المصحف يعني ما في هيك ولا هيك اعوذ بالله هو ان شاء الله ما اذكركم بشيء يعني بس تتخانقوا ما حنتذكر اذا انتم مطالبكم زعلوا انا طالب ايدي زعلان بس المصارين بالبطن بتتخانق لا لا الا 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 ما نشد شعر بعض مره بس ما عندك شعر ما عندك وين بس بحتشدك بودنتي لا 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 ما بخان سي سون خايل بتحبوني منو ما يقلقش ما يقلقش بحقه 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 هدر شويه ما جاكش بردان هذا؟ ما جاكش بردان جيب لك جاكش شوية دقيقة بليز احكي مع قبل شوية شوية وبنرجع اوكي يلا عادي 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 جايين جايين لا تحكوا علي اني بلش الطن كل شيء كل شيء جريدك مهدي يا عمو Ça va? Alors, je te raconte tout ce qu'il y a. Je te fais avec vous là. Ma tiara. Ça va, tu vas bien, à part ce que tu as dit, l'hsab de le... éviter. Éviter. باش ما نبقاش بنادم وخليك كيف ما انتي انا اللي قبل منكم ما جايز فهمتي دم مقليز آه ولكن هنا المشكل انه ما لاقياش من يدخلوا ليا حتى هذوك قالوا لي نقلب ما لقينا والو منين كتجيب هاد الهضره ياك انت ما كتنساش كتفيق كتلقى كتشوفهم في الفنجان آه. عادي عادي ماشي مشكل خلي 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 كريمه ولا كل شيء كيسلم ومره مره ما قلت لك ما قلتش فيها لا مره مره مرة مرة نشكرهم نشكرهم نشكر لأنهم الناس راكي شفتي دابا على عينيك الصدمة شو كيد في إن شاء الله يحيى يرجع المرة الجاية توا بنفس النسبة اللي خداها في الأول إيوا مش مشكل من اللي كانت لنا مني بيان سور تي فول كوا تي فول والبنات شفتي من الجروب كل شيء كي حماقة عليك أنا كلهم يحبوك الحمد لله لا الحمد لله يعني ما معاهم يعني يعني انا كنت خايفه يعني فهمتيني ندخل وما عرفت شي حد هذا ولكن راه ما خلونيش نحس بقد هكا وسمعتوا علي في صالون باري كاع مشيت عندهم تما البنات كيسلم عليك شوف كيفاش كيسلم عليك كنت عارف انا الجيران كيفاش دايرهم ملي شافوني داك الشيء شنو كنت واحد انا وحنا ماما داك الشيء كلشي تي اللي كي اللي كيعير واللي تيخسر وهذا ولكن جو مون فو كاريمون الناس نقول لك مسمينك الناس في المغرب عرفتي شنو راه داير لك داير لك شي منتديات تي بو با ايماجيني تهضر معاك ام حسين ما بدك تسلم عليا سلم عليك ليش ما سلم عليك شنو بيني وبينك كيفك اهلين اهلين بك شلونك الحمد لله صحتك شلون الاهالي خير كل بيسلموا انا قلت للكل كل بيسلم عليكم واحد الله يسلمك وانا يمكن قاعد تشوفوني على التلفزيون ما عندي اي تفرقه باي انسان باللوفت بس الله هو المتعلي ويشوف عادي عادي يعني الواحد لما يطلع احسن لانه يبقى في انسجام يبقى في تواصل كل شيء طيب يا حبيبتي والكلام ما يطيب
مو صحيح؟ يعني الكلام يعني اللسان ما في يعني لسان هبل يحكي لا تواخذيني لان قالوا اطلعوا من الحديقه وطلعنا من الحديقه ما قبلوا انه ظالين بالحديقه وانتم جايين امر عادي اما شو طلعونا اطلعوا من الحديقه تفوت اخت نوال تسلم على يحيى دخلت سلمت عليها يحيى ايه شفت خاله رقيه سلمت عليها بس ما شفتك انت والله ما انا من تبعت على